صباح الخير، جود مورنينج. خبر مهم جدا يقوي ويدعم الاقتصاد المصري ان بنكان سعوديان يبدين اهتمامها بالاستحواذ على المصرف المتحده المصري. الخبر ده النهارده 15 فبراير 2023، مصدره ارم فاينانس. يطلع كل من بنك الرياض ومصرف الراجحي الاسلامي المدرجان في البورصه السعوديه تداول الى الاستحواذ بالكامل على المصرف المتحد او شراء حصه في البنك المملوك للدوله المصريه بحسب ما نقلته وكاله المال على النائب فخري الفقي. وتطلع البنكان للدخول في الصفقه كمستثمرين استراتيجيين وفقا لما قاله الفقي الذي لم يفصح عن الحصه المعروضه للبيع من المصرف المتحد. يمتلك البنك المركزي المصري حوالي 99.10% من المصرف المتحد، اعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاسبوع الماضي عن قائمه تضم 32 شركه مملوكه للدوله تخطط للحكومه لضحاها في السوق خلال عام 2023 بينها المصرف المتحد. ولو عايزين نشوف ال 32 شركه المطروحه في للبيع في اللينك دوت اللي هو من انتربرايز، والخبر كان يوم 9 فبراير طرح 32 شركه مملوكه للدوله في البورصه او لمستثمرين استراتيجيين. ومتنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا لاستماعكم.